تيفي عيش الخبر أينما كنت. لجان المجلس التشريعي والمنظمات الأهلية ودورهما في تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة. يوم دراسي عقد في غزة للبحث في عملية الرقابة على الأداء الحكومي من قبل هاتين الجهتين، خصوصا في ظل انقسام السلطة التشريعية وتعاظم دور المؤسسات الأهلية مع ضعف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. واحدة من الأدوار الرئيسية التي تقوم بها المنظمات الأهلية الرقابة على الأداء العام، بمعنى أداء البرلمان أداء الحكومة باتجاهين. الاتجاه الأول ضمان عدم استخدام الموقع والنفوذ خدمة لمصالح فردية أو فئوية، بمعنى أن يجب أن يتم خدمة الصالح العام. الجانب الثاني هو مدى الالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وانعكاس الأداء العام بما يتعلق بالموازنة والقوانين والتشريعات والسياسات على مصالح الفئات التي تمثلها هذه المنظمات الأهلية، وهي الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة والضعيفة في المجتمع. أوراق عمل قدمت من قبل مجموعة من الباحثين والأكاديميين كشفت عن عجز في مسألة الرقابة على أعمال الحكومة المقالة من قبل لجان المجلس التشريعي الذي ينعقد بكتلة التغيير والإصلاح، خصوصا بعد حالة الانقسام، إضافة إلى غياب كامل لهيئة الكسب غير المشروع في قطاع غزة. المجلس التشريعي غير مفعل كما نريد، هنالك جهد لنواب وجهد لمجموعات وكتل نحترمها ونقدرها، ونريد أن نثمن هذا الدور ونحاول إشراك فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص وباقي شرائح المجتمع مع هذه الكتل والأعضاء الذين يسعون لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني. في المقابل تؤكد كتلة حماس البرلمانية أنها تقوم بالأدوار والمهام المنوطة بها وتؤدي أدوار الرقابة والمساءلة للحكومة المقالة وأعضائها من خلال الوسائل الرقابية التي أقرها القانون الأساسي المعدل كالأسئلة البرلمانية والاستجواب وسحب الثقة ولجان تقصي الحقائق. أهم أدوار وأخطر أدوار اللجان المجلس هو الأدوار الرقابية، وكل أنشطة اللجان سواء بجلسات الاستماع أو الزيارات الميدانية أو التقارير أو حتى جلسات البرلمانية والجلسات اللجان هي في جلها تصب باتجاه الرقابة على أداء الحكومة وفي إطار الشفافية وفي إطار تعزيز الشفافية في أداء الحكومة. التحدي الذي يواجهنا جميعا هو كيفية الوصول إلى توافق وطني يمكننا من العودة إلى مؤسسات موحدة نتجاوز فيها هذه المرحلة الانتقالية وصولا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني. الملفات المتعلقة بالنزاهة والمساءلة تخضع للاعتبارات السياسية، اعتبارات ظلت في أحيان كثيرة تحول من دون محاسبة المتجاوزين. إنهاء الانقسام إذن يشكل بداية لتفعيل مكافحة الفساد. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.